رحيم، النهاردة هناخد نص سليمان والإيه والهدهد. القصة هي عبارة عن قصة سيدنا سليمان مع الإيه مع الهدهد. قصة سيدنا سليمان مع الإيه هدهد. احنا عارفين طبعا إن سيدنا سليمان كان ربنا مسخله مسخله الحيوانات والإنس والإيه والجن، وكان بيفهم لغة الحيوانات ولغة الإيه الطيور. نشوف النص الأول القرآني وبعدين نبدأ نشرحه مع إيه مع بعض. زي ما بنقول الآية دي بتقول ايه؟ بتقول وتفقد الطير. سيدنا سليمان كان بيتفقد الطير كل ايه كل يوم او كل فترة، فأشاف ما ايه بيقول مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يعني أنا مش شايفه هو ايه من الغائبين. طب هو ما استأذنش منه قبل ما ايه ما يروح في مكان، فراح ما توعده سيدنا ايه سليمان وقال ايه لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، يعني انا هعذبه عذاب شديد او هذبح او ليأتيني بسلطان ايه مبين او يجيب لي دليل قاطع على ايه على غيابه. فمكث غير بعيد، يعني قعد فترة قصيرة، فقال لقى الهدهد جاي له بيقول له ايه احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ ايه يقين. قال له انا عرفت حاجة انت مش عارفها، وانا جاي لك من سبأ، بلد اسمها سبأ او مملكة اسمها سبأ، بخبر انا متأكد ايه منه. ايه يا ترى الخبر ده؟ قال له اني وجدت امرأة تملكهم، يعني لقيت واحدة ست هي اللي بتملكهم من الملكة عليهم، واوتيت من كل شيء، عندها كل شيء، كل انواع اللي انت تتخيله هتلاقيه موجود عندها، ولها عرش ايه عظيم، يعني لها مملكة كبيرة. وجدتها بقى ايه الخبر بقى؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، يعني بيعبدوا الشمس من دون الايه الله. وزين لهم الشيطان اعمالهم، الشيطان زين لهم ان هم يعبدوا الايه الشمس من دون الله، فصدهم عن السبيل، يعني صدهم عن هداية ايه عبادة الله، فهم لا يهتدون، يعني هم مش مهتدين بعبادة الله. الا يسجدوا لله الذي يخرج، هو بيستغرب ازاي هم ما بيسجدوش لربنا اللي بيخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني الحاجة المستخبية في السماوات والأرض زي الزرع في الأرض والمطر في السماء، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، عارف اللي احنا خافين واللي احنا بنعلنه. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يعني في الآية في الآخر خالص الهدهد بيقول إن ربنا هو رب العرش الإيه العظيم. نشوف مع بعض كده الشرح بعد اللي أنا شرحته وقلته، هنشوفه تاني. بنقول ايه دايما كان سيدنا سليمان بيدعي الدعاء ده وبيقول ايه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من ايه من بعدي. ده كان دايما دعاء سيدنا ايه سليمان، وفعلا استجاب له الله سبحانه ايه وتعالى، فسخر له ما لم يسخر لأحد من العالمين، فصار سليمان بن داود نبيا وايه وملكا. وها نحن على مقربة من جيش سيدنا سليمان،
جيش سيدنا سليمان ده كان بيتكون من ايه يا ولاد؟ كون من انس وجن وحوش وطيور. وسيدنا سليمان بعد ان تفقد الجيش بعين القائد العارف بكل صغيرة وكبيرة في جيشه يغضب غضبا شديدا. ليه؟ لأنه حس باختفاء الهدهد الذي خرج بغير إذن إيه منه. الهدهد خرج بغير إذن إيه منه. فقال سيدنا سليمان عليه السلام: سوف أعذبه أو أذبحه على غياب هذا دون إذن مني، إلا إذا جاءني بحجة إيه قوية عن سبب غياب هذا. لم يطل سيدنا سليمان في الانتظار، لم يطل انتظار سيدنا سليمان حتى جاءه الهدهد ووقف على مقربة منه وقال: علمت ما لا تعلمه أنت وجئتك بأخبار أكيدة عن مملكة إيه سبأ. الإيه الأخبار دي بقى؟ إني وجدت امرأة تحكمهم وعطاها الله قوة وملكا عظيمين، ولها كرسي ضخم تجلس عليه للحكم. إنها وقومها يعبدون الشمس، فقد أضلهم الإيه الشيطان وزين لهم إيه بقى؟ زين لهم السجود للشمس وترك عبادة الله سبحانه وإيه وتعالى. يبقى الشيطان زين لهم إيه أو أغواهم به السجود للشمس وترك عبادة الله سبحانه وتعالى. لقد أمرهم الشيطان وأغواهم كي لا يسجدوا لله الذي يخرج النبات من الأرض ويسقط المطر من السماء. ده الخبأ اللي بيتكلم عليه بقى، النبات من الأرض والمطر من إيه السماء. لأننا ما نعرفش لما بنزرع حاجة ما نعرفش عارفين هي تطلع صح ولا لأ، والمطر ما نعرفش ميعاده برضه. ويعلم ما ينصرون وما إيه يعلنون، يعني الحاجة اللي احنا بنبقى خافينها او الحاجة اللي احنا بنبقى عاملين اعلان عنها او الناس كلها شايفينها، ربنا عارف الكلام ده على لسان ايه الهدى. بيقول ايه؟ انه لا اله الا الله رب العرش العظيم. الهدى بيقول ان ربنا هو رب العرش الايه العظيم. ماشي كده، نشوف بعد كده المعاني. يذكر يمتلئ، الغائبين يعني غير موجودين. احط علمت ما لم تعلموا، من دون الله يعني غير الله. الخبأ النبات من الأرض والمطر من السماء. تفقد تطلبه عند غيبته. سلطان مبين يعني حجة قوية. نبأ يعني خبر. صدهم منعهم. تخفون يعني ما يحدث سرا. أرى أشاهد. مكث بقى. يقين أكيد. تعلنون تظهرون. كلمة عكسها الغائبين الحاضرين. صدهم قربهم. عذاب نعيم. أحطه جهلته. مكث رحل. زين قبحة. عظيم حقير. السماوات الأرض. تخفون تعلنون. كلمة وجمعها طائر طيور. قوم أقوام. سبيل سبل. غائب غائبين. سلطان سلاطين. هدهد هداهد. نبأ أنباء. شيطان شياطين. امرأة ايه نساء، زي ما اتفقنا ان كلمة امرأة الجمع بتاعها ايه نساء. ماشي كده، نشوف بعد كده مظاهر الجمال. نقول وتفقد الطير، تعبير يدل على حرص سليمان عليه السلام وحسن قيادته، فهو يدقق النظر ليعرف أحوال جيشه. يبقى تاني، تفقد الطير، تعبير يدل على حرص سليمان وحسن قيادته، فهو يدقق النظر ليعرف أحوال ايه جيشه. فقال ما لي لا أرى الهدهد، أسلوب استفهام غرضه التعجب، والفاء بتفيد الايه السرعة. لأعذبنه عذابا شديدا، تعبير يوحي بغضب سليمان عليه السلام وتأكيده على مجازات الهدهد وإيه وتعذيبه. يبقى تاني، لعذبنه عذابا شديدا، تعبير يوحي بغضب سليمان عليه السلام وتأكيده على مجازات الهدهد وتعذيبه. لأصبحنه، تعبير يؤكد ما سبق من شدة الإيه العذاب. بسلطان مبين، تعبير يدل على كبر الذنب الذي ارتكبه الإيه الهدهد. أحط بما لم تحط، تعبير يدل على عظم ما عرفه الهدهد. إني وجدت امرأة تملكهم، تعبير يدل على قوة بلقيس وأسلوب مؤكد بإن. يبقى الملكة كان اسمها إيه سنة خمسة؟ اسمها بلقيس. الملكة اللي كانت من سبق دي اسمها بلقيس. وأوتيت من كل شيء، تعبير يدل على أن مملكتها كانت إيه عظيمة. فصدهم عن السبيل، تعبير يدل على سد الشيطان لهم ومنعهم من اتباع الطريق الإيه السليم. السماوات والأرض وتخفون تعلنون، بينهما إيه تضاد، والتضاد بيعمل إيه؟ بيقوي المعنى ويوضحه. الذي يخرج الخبأ، تعبير يدل على قدرة الله تعالى واستحقاقه للإيه للعبادة. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، تعبير يدل على قدرة الإيه الله، تعبير يدل على قدرة الإيه الله. أشوف بعد كده الأسئلة بقى.
يقول لماذا يزخر القرآن الكريم بكثير من القصص؟ لماذا يزخر يعني يمتلئ القرآن الكريم بكثير من القصص؟ قلنا حتى نتعلم منها ونستفيد بها في ايه حياتنا. ما دعاء سيدنا سليمان عليه السلام؟ دعاء سيدنا سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من ايه من بعدي. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من ايه من بعدي. ما الملك الذي أعطاه الله لسيدنا سليمان؟ ايه الحاجة الملك اللي اداها الله لسيدنا سليمان؟ قلنا سخر له ما لم يسخر لأحد من العالمين، فصار عنده جيشا يتكون من إنس وجن ووحوش وإيه وطيور. ماذا أحس سيدنا سليمان عندما تفقد الجيش؟ ماذا أحس سيدنا سليمان عندما تفقد الجيش؟ وما الدليل على حسن قيادة سليمان للجيش؟ أحس بغياب الهدهد الذي خرج بغير إذن منه، ويدل على أن سليمان يعلم كل كبيرة وصغيرة في الإيه الجيش. ماذا قال سيدنا سليمان عليه السلام؟ قال: سوف أعذبه وأذبحه على غيابه دون إذن مني، إلا إذا جاءني بحجة قوية عن سبب غياب هذا. ما الخبر الذي جاء به الهدهد؟ إيه الخبر اللي جه به الهدهد؟ جاء الهدهد بأخبار أكيدة عن مملكة سبأ، فقد وافقت امرأة تحكمهم وأعطاها الله قوة وملكا عظيمين، ولها كرسي ضخم تجلس عليه وهي الملكة إيه بلقيس. يبقى تاني، إيه الخبر اللي جه به الهدهد؟ جه بأخبار أكيد عن مملكة سبأ. إيه الخبر ده؟ وجد امرأة تحكمهم وأعطاها الله القوة وملكا عظيمين ولها كرسي ضخم تجلس عليه. الملكة دي اسمها إيه سنة خمسة؟ اسمها بلقيس. بما أغوى الشيطان هؤلاء القوم؟ أغوى الشيطان قوم سبأ بالسجود للشمس من دون الله الذي يخرج النبات من الأرض ويسقط المطر من السماء. مما يوحي التعبير وأوتيت من كل شيء؟ بيقول تعبير يدل على أن لديها سلطان كبير من الملك والجيش، وأن مملكتها كانت إيه عظيمة. يبقى إيه التعبير بيوحي بإيه؟ بأوتيت كل شيء. قلنا تعبير يدل على أن لديها سلطان كبير من الملك والجيش، وأن مملكتها كانت إيه عظيمة. يبقى كده خلصنا نص سليمان والإيه والهدهد.